لهم التوفيق في المسار ديالهم، وحنا راه غادي نكونوا دعما اساسيا لهم هذه النقاشه فيها، لان وحنا شفنا فيهم الخير وشفنا فيهم زعما كاين واحد المجهود كبير داروا معنا باش حاولنا المدينه تبان في ذاك المستوى اللي خاصها تبان فيه. المدينه كتعرفوا هذا لا نقاش فيه، راه المدينه كتعرف واحد الوضع مالي صعب، وخصوصا المجلس ما يمكنش انه الاخوان راه داخلين واحد المهمه صعيبه، ونتمنى لهم التوفيق باش ما يكونش شي واحد يتزايد عليهم، لان هما الله يحسن عونهم. الظروف الماليه ديال المدينه ظروف صعبه بواحد الشكل كبير، يعني خاص يكون مجهود، يكون واحد الاجتهاد من جميع، لا من السكان لا من موظفين لا من منتخبين، باش يحاولوا يعطوا الدعم لهذا المجلس الجديد باش يكون في عاد حسن الظن ديال الانتظارات ديال الساكنه. ليست هناك تجربه بشريه كامله مكتمله الاركان، انما لا بد الانسان ان ينجح في امور وقد يخفق في امور اخرى، ولكن في جميع الحالات نحن لا بد ان نؤكد، ونحن كنا جزءا في التسيير في المرحله السابقه، ان الجماعه الحضريه لمدينه اسفي حققت مجموعه من الانجازات التي لا بد ان ننوه بها ونؤكد عليها، باعتبار ان الدكتور محمد كريم كان مسؤولا ورئيسا عن هذه المرحله. سي عبد الجليل، كم مرت العمليه تسليم الصولات ما بينك وبين السير الرئيس السابق؟ إذن بطبيعة الحال بعد بسم الله الرحمن الرحيم تمت عملية تسليم الصولات بين الرئيس السابق للجماعة الحضرية لأسفي الدكتور محمد كريم وعبدو ربيه الرئيس الجديد في ظروف عادية وطبيعية، كما هو المعتاد دائما بالنسبة لإنجاز هذه العملية. فقط أريد أن أوضح بأنه يصعب التحفظ بشكل دقيق على كل ما جاء في المحاضر والسجلات والبيانات الموجودة فيها، ولذلك كان فقط هناك تحفظ عام في انتظار عرض البيانات التي جاءت في السجل ديال تسليم الصولات، بعد أن شكلنا في المجلس الحالي لجنة تحت رئاسة الأخ إدريس التمري النائب الثاني لرئيس الجامعة الحضرية لأسفي بمساعدة الأخ هشام سعنان اللي هو النائب من النواب ديال الرئيس الحالي، وهذه اللجنة غادي يكون معاهم فيها إن شاء الله تعالى كذلك السيد المدير العام للجامعة الحضرية لأسفي، وكذلك مجموعة من الأطر اللي يبينوا على الكفاءة ديالهم في مجال الافتحاص الداخلي خلال المرحلة السابقة.